زيك فان علي صوتك. مرحبا بك. اهلا وسهلا. استقلت ولا مازلت؟ مش فاهمين خاطر سمعنا اللي انت استقلت وبعد ليه مازال انا استقلت؟ مازلت لي كونترانت ادمنستراتيف لازمني قدم استقالة اوفيسيال للسيد الرئيس مكتوبة و بعد باش نرجع الكرهبة باش خليت ثلاث شهر ياك رسالة وما دخل شارية كاملة. شنو أسباب الاستقالة؟ والله فما يعني هي أنا معناها من عندها جماعتي على حاجة كما هكاك استقلت وقتها كلمت سيد الرئيس وقال لي زيد خمم معناها شكون وقتك مش وقته توا خاطر وقتها كانت الدنيا خايبة شوية ولا حكاية متاع الراشي كانت روتر وبرش حواجي كما هكاك دونك خممت خديت وقتي وقررت باش نستقيل. إيه الأسباب؟ الأسباب برش أسباب معناها الجلوبال مو حسيت روحي اللي أنا نصلح خير البرة من الحكومة معناها أما فما معناهاش وقتها معناها قلقتني التصرفات متاع البوليس آخر حاجة معناها في آخر جمعة هذية ثم الكود الإلكترال اللي خرج أنا اقترحت يعني تبديلات صغيرة على الكود الإلكترال ما تعديتش فهمت الكود الإلكترال برشا حبيجات صغار كنت حب تلوج على شنو يقلقني أما مش حاجة بريسيز فهمت هيك هيك شوية قلق صغير معناها قلق طبعا ديزون باش نستحق صوتي معناها توا الانتخابات معناها ما عادش في دين الحكومة توا اللي ثم هيئة اللي هي ليا بالانتخابات وأنا اللي يهمني الانتخابات دونك حاجتي بصوتي توا باش نساهم في الانتخابات هذه ثم حوايج مهمة لازم تتعمل للانتخابات و البرة من الحكومة خير لي. باش نرجعوا لها النقطة هذه قبل نودي ما تيش سيد كاتب الدولة نحب نقول لك انه في الزوز اسباب اللي ذكرتهم في تقديري مش اسباب نتاع استقالة او حتى التفكير فيها يعني السبب الاول انك عبرت على رايك وما تمش الاخذ به وكنت اقلي في تقديري هذا طبيعي وهذيك هي الديمقراطية يعني في اوقات نكونوا اقلي أقلية وفي أوقات نكون موقفنا يمشي في الأغلبية في علاقة بالكود الإلكترال. الجانب الثاني خلينا نقوله أنه السبب الحقيقي داخلي وأسمح لي أنه نمشي أكثر ذلك احنا نعرف أنه مثلا عندك أكثر من أسبوعين ما تحضرش المجلس الوزراء لأنك كنت معاقب باعتبارك أنك تخرج في أسرار على تويتر وطلبوا منك انك معاش تخرج الاسرار المداولات على تويتر وكنت في تقديري رفضت الشيء هذا. لا ما كنتش معاقب عندي اسبوعين ما حضرتش مجلس الوزراء على خاطر ما عنديش اسبوعين ساعه ما حضرتش مجلس الوزراء. مجلس الوزراء الاخراني ما حضرتلوش على خاطر انا ما كنتش في تونس كنت في سويسرا والمجلس الوزراء هذا نتاع اليوم ما حضرتلوش على خاطرني استقلت معناها ما فماش شاركت في مجلس الوزراء الكل معناها ما عندي حتى مشكله وما فما حتى إقصاء صار من طرف الحكومة ولا حتى شيء يعني الحكاية هذه كانت كيفاش سي بيجي قاعد سبسي قال لي ما عادش تكتب معناها اللي صاير في مجلس الوزراء اون ديريكت هذيك زاد قالها لي غنوشي قبل وما فيش حتى مشكلة معناها نقبل ما عندي حتى مشكلة هكا نحكي من بعد معناها مش لازم في المجلس الوزراء من بعد كي نخرج نحكي. سمعت في مجلس الوزراء ولا تويتي؟ وزير معناها انا ظلي ما تيتهش كهرباء ليه ما لازمك تشوف كيفاش يصير مجلس الوزراء معناها نحكيو فهمت وساعه ساعه تاخذ نوت تاخذ نوت على اورديناتور ولا تليفون ولا كراسه كيف فهمت ناخذ نوت على تليفون سيريس قلت حاجتي بصوتي خرجت خاطر سورتو حاجتي بصوتي طموح سياسي معناها طموح سياسي اما معناها لازم تعرف اللي معناها مانيش باش نرشح روحي للمجلس التأسيسي ومعناها سياسي بصفة عامة معناها للبلاد كيفاش؟
وين ترى روحك اليوم؟ أنت نرى روحي مع أصحابي متاع قبل يعني في الشارع في أصحابك متاع ما قبل الوزارة؟ ما قبل الوزارة ومعناها اللي بريكش الناس يخسيبونا ما عادش أصحاب ولا حاجة كما هيك يعني في مع السوسيتي سيفيل مع الاسوسيسيون مع الأحزاب مع أنا عندي أفكار للدستور ونحبهم يكونوا موجودين في الدستور وبش نحاول أن ندز أفكاري بش وين بش ندزهم أفكارك؟ عن طريق حزب؟ عن طريق شنو؟ عن طريق ولا عندي علاقات به مع معظم الأحزاب الموجودة قريب من الحزب؟ الحزب الأقرب لك؟ حتى واحد اون بارتيكولي معناها قبل كنا نحبوا نعملوا حزب القراصنه هذاك نقطه واخرى وجماعه اخرين ما عادش قريب من حزب القراصنه جمله زاده تو ما عندي حتى حزب قريب ليه خاصه سامحني ابو بكر وانت تحدثت على حزب القراصنه يعني ودي لزنا الفيسبوك والتويتر اتسترا وخاصه الفيسبوك فيسبوك ما قبل الثورة لعب دور كبير برشا لكن اليوم نحسوا انه فما ضبابية حقيقية داخل فيسبوك خاصة سور الجراند باج اللي ما قبل الثورة نحسوا انه توا فيهم برشا تغييرات كسوة في طريقة الخطاب يعني عديد فما برشا كلام جارح فما برشا كلام ما يتقالش يعني كما نقولوا احنا كلام زايد فما عديد الاعتداءات على الاعراض وعلى المؤسسات يعني طريقة هجومية تحسها في عديد الأحيان تحسها ممكن موجهة أكثر منها متاع تحليل ومتاع واقع هذه أنا حسب رأيي عادي شو الدورة اللي مش تلعبه أنت اليوم بعد ما بعد خروجك وواجب التحفظ متاع الوزارة والله أنا دوري معنا اللي مش تلعبه يعني لازم تفهم الشبكات الاجتماعية الشبكات الاجتماعية ما هيش وسائل إعلام كل واحد عنده صوت وكل واحد ينجم يحكي فهمت ثم كما تقول انت دي باج في الفيسبوك اللي عندهم آلاف المشتركين هذاك نوع متاع تنظيمات معناها لكن كل واحد عنده صوته من بعد هما يعني عندهم توجه معين ولا كل واحد عنده توجه معين نتاعه يعني هذيك هي قانون اللعبة مش معناها لازم نحجبوهم ولا نعملوا لهم حاجة يعني ضد هذي كل معنى فما برشا مانيبولاسيون اللي حكي عليه يمكن نوردين دوك برشا مانيبولاسيون انت كيفاش تراها المانيبولاسيون هذيا اسكو باهية والا معناها داخلة في اطار حرية الرأي والتعبير والا دي باج مصريين ينجموا يعملوا اختار غدوة ينجموا يكونوا اختار غدوة والله مانيش نشوف اللي معناها المشكلة في اللي باش يعني مشكلة في المانيبولاسيون في العباد اللي تمانيبولي في العباد اللي تدفع في الفلوس في العباد هذوك كل لازم نلقاهم ولازم نلقاو طرق لكن مش سهل العالم كله قاعد يتبدل هذوما حوايج جدد الشبكات الاجتماعية هذه تحب لها وقت باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم أما المشكلة متاع هاللي باج هذوما والمانيبولاسيون هذه طيحت برشا من الكريديبيليتي بين دفرين متاع فيسبوك مثلا لا على خاطر ما فماش كريديبيليتي نتاع فيسبوك ككل هي فهمت الناس تقول كريديبيليتي نتاع فيسبوك شبكة اجتماعية فما كريديبيليتي نتاع الباج الفلاني فما كريديبيليتي نتاع السيد الفلاني في الفيسبوك ولا في غيره من الشبكة الاجتماعية وكل واحد عنده الكريديبيليتي نتاعو معناها فهمت طيح من الكريديبيليتي نتاع باج مش معناها باج أخرى تطيح الكريديبيليتي نتاعها الناس اليوم يقولوا تكتبت تطيح كيف فارغة كتبت في فيسبوك كيف فارغة ماهي صحيحة دوك دوكو فما برشا عباد ما عادش يصدقوا حد شايف في فيسبوك لا فما العباد هما بيدهم تلقاهم عندهم أصحابهم في فيسبوك فهمت واللي يقولوا ذاك صاحبه يعتبروا كلمة صحيحة فهمت خاطر صاحبه يعرفوا رجل لا يعرفوا معناها شخصيا يعرفوا ما يكذبش يعرفوا ما يخلوضش فهمت يعني لازم تشوف الوجهين معناها سيد سليم عميم وكاتب الدولة للشباب المستقيل قلت عندي حاب نساهم في الدستور باش تصر على فصل حرية استهلاك الحشيش الخفيف لا هذه حاجة ثانوية وثانوية الأقصى درجة ما عندكش فكرة معناها على قداش ثانوية اللي عملت يعني هذوما الحوايج الطريفه معناها اللي لا نحسك تنسى انت وزير معناها
تنسى اللي تزيرو تقول اللي تخمم فيه انت تقول وما ما تحسبوش. علاش تحبني نتفكر اللي انا وزير؟ انا كوزير انا انسان عادي وماذا بيا الوزراء كله يوليو كيفي انا فهمت. قلت لهم انا قالوا لي المرات الاولانيين شبيك ما تلبس كرافات وما عارف شنيا. قلت لهم انا دخلت الحكومه باش الحكومه تتبدل مش باش انا نتبدل فهمت. معناها ظهر لي ثم مشكله في الحكايه هذيك واللي هي معنا مش بلدان كلها على الحكايه هذيا. معناها في السويد الوزير يجي في بسكليت ما عندهم حتى مشكله مع الوزير ما عندهم حتى ما يعتبروهش حاجه كبيره فهمت. فما نقطه هي في علاقه بالمساله اللي قلت انت ثانويه يعني سليم اعمامه وقت لما يكونش وزير ما تكونش عنده لو ميم ورا الى ميم يعني نفس طريقه التعامل تاع الناس به. وجنرال من حقك انك تطرح اي مواضيع لكن السياسي واللي حب يساهم في البناء السياسي واللي عنده ان بوست مينستريال كاتب دوله والا وزير نورمالمون يطرح المواضيع اللي يلقى الشارع ينتظر فيها في وقتها ويطرحها في نقاش. يعني المواضيع الثانوية بالعكس موش ما تروح عليه انه يطرح. معناه مسألة legalization des drogues douces هذه معناها نذكرها في فرنسا وقت اللي صار عليها الدباء في 2006 وقت اللي فرنسا عمرها اكثر من 100 عام متاع ديمقراطية ومتاع نقاش. وقتها فما مشكل حقيقي متاع consommation des drogues douces في فرنسا. اليوم موش الحل مش ماشي المسألة اليوم. الساعة أنا مطرحتش الدباء أو الحاجة هذيك كان برنامج تفهم في التلفزة الوطنية وسألني الانترفيور على موقفي من الحكاية هذيك بسألني برشا سؤالات وسألني على هذيك البرنامج هذيك ما تعديش في التلفزة الوطنية وخذوه كان المقطع هذيك وخرج على فيسبوك. يعني هذا اللي صار أول حاجة. ثاني حاجة هذا لي تنظيم غلط هذا نتاع الوزير ولا السيد اللي في الحكومة هو اللي يطرح الدباء. لا قلت من حقه كيف وكيف أي مواطن وأي سياسي يطرح الدباء مش الوزير. لا أنت قلت لي طوى أنت من منصبك كذا كذا أنت تطرح والناس لازم تتأكل. لا مش مشكل ثانوي واسم. اوكي دونك حسب رايي يعني هذا من واجب الناس كلها تطرح الدباء والا في يعني كان نحبوا شويه تنظيم في الحكايه هذه. كان ثم مجلس كسوا معناها تاسيسي والا غيره معناها اللي بتاع ممثلين بتاع الشعب هم اللي يطرحوا في المجلس مثلا فهمت. اما مش الحكومه راه لازم نقسموا معناها كل حكومه تنفذ. واضح. سيد سليم عميم وكاتب الدولة للشباب المستقيل اوفيسيالمون مازال اوفيسيوزمون مستقيل مازال تاك الورقة اللي تمشي تقدم بها الاستقالة نتاعك باش يحسبوا لك الايمات ويخلصوك وترجع الكهرباء والدنيا كل الكهرباء تقعدوا 3 شهور والله ما نعرفش الحكاية هذوما الكهرباء رجعتها لو صحيح. لا لازم تتمتع بالامتيازات. بارك الله فيك سليم عميم ويعطيك صحة. شكرا ونتمنى لك التوفيق. شكرا يعطيك صحة سيد كمال جندوبي يكون ضيفنا بعد لحظات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات.